السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم الصحة والعافية. اليوم رح نحكي عن جهاز سامسونج جالكسي جراند برايم، واللي هو طبعا من الأجهزة المتوسطة الأداء. خلينا نشوف الجهاز عن قرب ونتعرف على مواصفاته بشكل كامل. طبعا الجهاز متمتع بشاشة 5 إنش كواد اتش دي تي اف تي، كاميرا أمامية 5 ميجا بكسل وكاميرا خلفية 8 ميجا بكسل، بالإضافة إلى فلاش LED. طبعا الغطاء الخارجي للجهاز هو من البلاستيك. طبعا الجهاز ايضا بيتمتع بمعالج رباعي النواة كواد كور بتردد 1.3 جيجا هيرتز. وطبعا النظام التشغيل الخاص بالجهاز هو اندرويد لوليبوب 5.1.1. وطبعا الذاكرة الداخلية للجهاز هي 8 جيجا بايت. راح يستهلك النظام منه حوالي 2.7 جيجا بايت، وراح تكون المساحة الحرة بحدود من 4 جيجا بايت. طبعا الرام الخاصة بالجهاز هي حوالي 1 جيجا بايت، وراح يستهلك منه النظام حوالي 420 ميجا بايت، وراح تستهلك التطبيقات حوالي 250 ميجا بايت. طبعا مثل ما شايفين أنا منزل تطبيق الفيسبوك والإنستغرام والماسنجر، أو الإضافة إلى تطبيق الواتساب وبعض الألعاب. طبعا راح تكون المساحة الحرة من الرام هي حوالي 328 ميجا بايت، واللي هي حجم جيد نوعا ما. طبعا سرعة الجهاز جيدة مثل ما شايفين. طبعا مع إمكانية نقل التطبيقات إلى كرت الذاكرة الخارجي موجودة في الجهاز طبعا أوتوماتيكيا. طبعا الجهاز أيضا بيتمتع بإمكانية إضافة دول سيم كارد من فئة الدوس. طبعا الجهاز إمكانية إضافة 2 سيم كارد مايكرو سيم، وطبعا مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي. طبعا الشاشة ودقة الشاشة والألوان جيدة جدا في الجهاز مقارنة بمواصفات الجهاز وسعر الجهاز، واللي هو حوالي 160 إلى 170 دولار. وطبعا السرعة مثل ما شايفين ممتازة بالنسبة للمواصفات مثل ما حكينا. وحجم الجهاز باليد هو جيد نوعا ما، وسمت الجهاز جيد، وحواف الجهاز الحادة نوعا ما، تعطي الجهاز مظهر رائع وجذاب نوعا ما. طبعا الجهاز بيدعم اتصال شبكات اتصال 2G و3G والواي فاي والبلوتوث. الفورجي غير مدعومة في الجهاز، ومثل ما حكينا الجهاز بيدعم الاتصال ب 2 سيم كارد وإضافة كارت ذاكرة خارجي. طبعا كان هذا الفيديو هو مراجعة للجهاز سامسونج جالكسي جراند برايم. في حال وجود أي استفسارات وأسئلة عن الجهاز يمكنك وضع في التعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو.